افهم مولانا شو عجبه فيكي؟ وليش اختارك انتي من بين كل الجواري؟ معقول تكوني ساحرتي؟ اي صحيح؟ عامل كله سحر وسحر ما له حل، لهيك اوعي تقربي. حطوها للخانم معك هون؟ لسوء حظي. لكن تركتك قدام الباب وفاتت بكل وقاحة لعند السلطان، مو حرام عليكي تساوي هيك فيها؟ شو عملت لك هالمسكينة؟ مو كنتي عم تقولي ما بدك اياه؟ مو على اساس انت بتكرهي؟ شو اللي تغير؟ كنتي واقفه عم تستنيني لتفوتي على جناحه؟ حاجه حكي فاضي، السلطان احمد بده اياني وما بده اياكي. طلعتك انا بورجيكي ما رح تفلتي مني هالمره. والله تكون نهايتك على ايدي. هلا بتشوفي شو رح اعمل. معي فيروز، افتحي الباب، افتحي ان شاء الله افتحي حتى تكلمي. لوين بدك تهربي؟ هذا يجي يساعدني. الله يخليكم ساعدوني. رح اخليكي تندمي على اليوم اللي ولدتي فيه. افتحوا الباب، شنات خانم، شنات خانم. لوين بدك تهربي؟ كوركي، ما حدا رح يسمعي. كوركي شنة. يا ربي أنا شو عملت؟ مصيبة وقعت فوق راسنا. مصيبة فوق راسك انتي، انا مالي علاقة بنوم. معقول يقتلوني؟ قلي لي شو اعمل؟ وقفي معي وساعديني. معي فيروز. لا تدخليني بالقصة شهرزاد، انا يا خانو ما شفت شي. دبري راسك بعيد عني. تصرفاته ووضعه كمان انا ما بيعجبوني، بس شهرزاد. الله يلعنك لك، شو عامله؟ حجي حجي بسرعة، اركض لفوق بسرعة. والله العظيم ما كان قصدي، والله كل قصدي كان اني وقف عند حدودها يا شروخانو. خدوها لهي وزدتوا لي اياها بالسجن. فهمونا شو الموضوع؟ كأننا معنا لونها لونها كثير حلو. عم فكر اعملها خصبة اشتري شو حلو، وانت كمان عم تشتري حلو. ايه انا كثير حلو. شوفي جولجي خانم، على مين عم تدوري؟ ماه بيكار؟ أخدوها على جناح العشيقات، بس من أول ما طلعت وقعت فورا. هربيني من هون يا كولكي.
اتحمل اكتر. انت لازم تنفذ الاوامر اللي قلت لك. ممنوع يا خانو، ما فيك تفوتي ابدا. خير يا جولجي خانم. دستور مولانا السلطان احمد خان. درويش ابعث لي المعلم محمد باشا. بامركم مولاي. شو عم تساوي شو جنيتي؟ هي شو عم تقول يا حجي اغا؟ مولانا السلطان أحمد خان. شوفني وأنا بهالحالة. روح بترجعك، روح أحمد. ناسية جرأوا سوا هيك. مين؟ بوس ايدك ما دخلني، ما
ادخل. مولاي سامحني، الشيطان وسوس بعقلي. الحكم إلك ناسيا، إذا بدك حبسيها أو قلعيها من القصر كله، وإذا أمرتي بهاللحظة منقطع على راسها. الشي اللي صار يمكن يقضي عليك يا جنات، هاي المخلوقة كانت أمانة عندك، كيف ما قدرتي تحميها؟ شو بدي ساوي بالبلقاغة؟ شو بدي أخدم السلطانة ولا أهتم بالجواري؟ ليش سامحتيها لهالمجنونة؟ بعد ما ضربتك وحاولت تقتلك كان فيكي تنتقمي منها وتعاقبيها، ليش سامحتيها؟ وشي بخوف أحمد، صرت بشعة لا تطلع فيني. أنا من أول مرة شفتك فيها كنت بعرف إنه عندك شيء أهم من الجمال نفسه. ومن شوي شفت بعيوني طيبتك وعطفك. شهرزاد مو هي سبب يلي صار، وما في حدا محدد هو سبب هالشي. أنا السبب. وضعك هاد وحالتك أكيد أنا السبب فيهم. بابا كان يقول لي القدر في له ثلاث بكرات كبار تنلف عليهم الحبال، وأول ما بيولد الإنسان تبرم حبال القدر لتحدد مصيره بالحياة، وهدول الحبال المخفية بتخلي الناس مرتبطين مع بعضهم، مع بيوتهم، مع كل الشغلات اللي تغييرها مستحيل. يعني وين ما رحت بحياتك ولو شو ما جربت تعمل حبالك ما بتتغير. حبال قدرنا أنا وياكي مرتبطين مع بعضهم، وقلت لك من قبل ما في شي بيصير بالصدفة. ما بعرف، يمكن لازم نجرب نقطع حبال القدر بإيدينا.
أيدي. أنا ما فهمت عن جد، يعني بجد رح تساعديني؟ بدك تساعديني أهرب من القصر؟ مع إنه وشك ما بينشاف وشكلك مشوه، بس مع هيك مولاي السلطان طالبك. على شو؟ نفسي افهم بس. هدول هدية مولاي باعت لك قماشة من الحرير، وزنها خفيف وقيمتها غالية، أكثر شغلة بيحبها. شو ناطرة يا حلوة؟ افتحيها يلا. ايه على راحتك، خليكي مكبرة راس. Thank you.